البركه عليكم. الوغ بغيت غير نعلم على جوج ديال الحوايج مهمين بزاف. ما يعاود يصيفط لي حتى شي واحد ولا شي وحده انني نتضامن مع شي واحد ولا مع شي وحده، انا ما كنت حتى واحد. هذه الاولى. الثانيه، فيني الخير، فيني لي كونسلطاسيون فابور. ما كاينش لي كونسلطاسيون فابور. اللي بغى يكونسلتي يخلص، واللي بغى يسول على شي حاجه يخلص. لي كونسلطاسيون فابور ما بقاوش. واجب الاعلام، ونهاركم مبروك، وكل عام وانتم بخير. نسيت مساله اخرى مهمه جدا، حتى واحد ما يعاود يصيفط لي يتضمن معنا الحق زادوا في الماء ولا زادوا في الزيت ولا زادوا في الحليب، ولا ما عندناش نظام الصحه ولا نظام ديال التعليم. بلادنا اجمل بلد في العالم، اللي عاود صيفط لي باش نتضامن لحقاش عنده مشكل ديال الماء ولا الزيت ولا الحليب ولا ديال التربيه ولا ديال التعليم، سوبريمي اي بلوك. مفهوم؟ واللي ما عجبوش الحال بسلام الله يهني. انا ما كنقلبش على اللايكات ولا كنقلب على عدد المشاهدين باش كنربح من موراكم فلوس. انا ما كنربح من موراكم حتى شي حاجه، الحمد لله. ربحت الرحمه ديال الوالدين، هي اللي كانت اساسيه، واخا ما تضمنتوش مع ميمتي ومع با من كانوا كيتشواو، ومنين خرجت خرجه ديال الكلاب. حتى واحد ما تضامن مع ميمتي ولا مع با اللي كان غادي ينتحر من الطروازيام ايطاج على شنو وقع لولده. بغى يفهمها يفهمها، واللي ما بغاش يفهمها بسلامه. مشى وقت دوك صمد كاستي خرج في حلاق موف بزاقو باش يعطي نصائح فابور، وفي الاخر تنسمع احسن معيوره من جهتكم. دابا اللي بغى شي حاجه عندكم تبارك الله لي تاريف، وعندكم لي سيت ويب، مرحبا وعلى عيني وعلى راسي. هذه خدمتي، وكل خدمه خصك تخلص عليها. نهاركم مبروك.